والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أيها السادة الحضور الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير. في هذا اليوم يتشرف البيت الليبي للثقافة والعلوم أو للعلوم والثقافة وكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الزاوية أن تحتضن هذا الاحتفال بيوم اللغة العربية، وهو أمر ليس بغريب عن البيت الليبي للعلوم والثقافة، كما هو ليس بغريب أيضا عن كلية الشريعة أن تحتفي بلغة القرآن الكريم وأن تحاول أن تربط الماضي بالحاضر الأصالة باستشراف المستقبل، باعتبارها ليست وسيلة تواصل فقط أي اللغة العربية، وإنما هي نمط تفكير. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليوم بأرواحهم الزكية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا وعن طلابهم خير ما يجازي أو يجزي به عباده المؤمنين، وأساتذة أفاضل نسأل الله أن يمد في أعمارهم معنا اليوم في هذا الاحتفال في علم اللغة والنحو وغيرها من علوم العربية، وله فضل كبير علينا نحيل بإذن الله تعالى فإنه يسعدني في هذه الأسبوع في هذه الأسبوعة أن أكون بينكم وفي هذه المدينة، مدينة العلم والعلماء، مدينة الطاهر الزاوي رحمه الله، ومدينة الشيخ عمر مولود أطال الله في عمري، ومدينة الدكتور الطيب الشريف رحمه الله، والدكتور أحمد الشيخ أطال الله في عمري، علماء كرسوا حياتهم للحفاظ على اللغة العربية الشريفة، لغة القرآن الكريم، ونشرها والدفاع عنها قبل أن تعترف الأمم المتحدة بها لغة عمل دولية، كما حملوا راية تلاميذهم وتلاميذي أيضا مثل الدكتور خالد الفرجاني الذي التفت لفتته الكريمة بدعوتي واستقبالي في هذه المدينة العاملة التي قضيت فيها ردحا من عمري، فجزاهم الله خيرا على هذه على جهودهم في الرفع من مشكل. قررت الأمم المتحدة أن تكون اللغة العربية هي إحدى لغات العمل في هذه المنظمة الدولية، والروسية والصينية والأسبانية، فهنيئا لهذه اللغة أن تتبوى هذه المكانة العليا التي العربية في العالم تستوجب العمل الدؤوب من قبل الباحثين اللغويين والباحثين في العلوم الحديثة لتوطين الجديد في العالم. أنشأت المؤسسات اللغوية وصرفت وتصرف عليها الأموال الطائلة لتبقى لغتها منظمات الفرنكونية التي تحاول بشتى السبل إنقاذ اللغة الفرنسية من مزاحمة اللغة العربية في دمشق سنة 1919، وفي سنة 1924 أسس مجمع الأردن مجمع اللغة الأردني، وفي سنة 1938 مجمع القاهرة، ونشرها ونقل العلوم والمعارف الحديثة إليها، وتتمثل تلك الأهداف فيما رسم من أهداف لمجمع اللغة البحث في كل ما من شأنه
أن يطور اللغة العربية ويساعد على انتشارها، وضع معجمات لغوية عامة ومعجمات، إصدار المجلات والنشرات والكتب لنشر بحوث المجمع وقراراته وما يلائم أعماله العالمية واتحاداتها، توصية الجهات المختصة باتخاذ ما يكفل تنفيذ ما ينتهي إليه المجمع من قرارات تتعلق بسلامة اللغة وأساليبها وتيسير تعميمها وتوحيد المصطلحات العلمية. في المجمع لجان علمية، هذه اللجان من مهماتها مثلا، من هذه اللجان للمجمع خمس لجان في المجمع مع المجامع الأخرى له مثلا في مشروع، ولدينا ندوة في المستقبل، ندوة للجنة التخطيط اللغوي زما المفيد، ومقترحاته بإذن الله تعالى ستنال الموافقة والسعي لتحقيقها. نشكر له هذه الكلمة وهذه المشاركة، ونتمنى له طول العمر والعافية والصحة الطيبة. تعلمون أيها السادة كما جرت العادة أن المستضيف يرحب بضيوفه، ولكن الدكتور خالد استحى أن يقدم كلمته قبل أساتذته، ولكن الدكتور محمد أتى على اسم الدكتور خالد، فلا مناص إذن من أن أتشرف بحضوركم جميعا. كنا نأمل أن يكون هذا الحفل في موعده، ولكن قدر الله وما شاء فعل. كانت فيه ارتباطات مع وزارة الثقافة، وكانت فيه مواعيد أخرى، فأجلنا هذا العمل إلى هذا اليوم. وكان الحرص منا شديدا على أن تكون الدعوة لأساتذتنا الفضلاء، من جلسنا معهم ونحن في سن الشباب في مقاعد الدراسة، دكتور محمد الأسود ودكتور أحمد أبو حجر، دكتور بشير زقلام، ودكتور أحمد محمد الشيخ. وكان من المفترض أن يكون معنا الدكتور عمر مولود عبد الحميد أستاذ الجميع، ولكن للأسف الشديد في اللحظات الأخيرة اعتذر بسبب وعكة صحية ألمت به، فهو يبلغ سلامه ويبلغ سلامه للجميع، ويتمنى لهم يوما طيبا مباركا، ويعتذر منهم. لولا ظرفه الطارئ لكان من الحاضرين. عموما نرحب بكم جميعا. هذا المحفل كما تعلمون هو مشاركة بين اللغة العربية، وقد أشار إليه كثير من العلماء، لذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم. ويقول: لا أسأل عن مسألة إلا أجبت عنها من كتاب سيبويه. أما أبو عمر الجرمي فيقول: أنا أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه، كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى. ولذلك هناك ارتباط وثيق يعني بين القرآن الكريم واللغة العربية، القرآن الكريم الذي نزل بلغتنا العربية. وإحياؤنا لليوم العالمي للغة العربية ليس مجرد إحياء لحفل أو إقامة حفل، وإنما هو إحياء لها، لنعود للغتنا العربية في كلامنا وفي كتاباتنا وفيما يرفع من لوحات فوق محلاتنا وفي شوارعنا، للأسف الشديد التي نحت منحى غريب جدا، وهو الكتابة باللغة الإنجليزية وبالأسماء الأعجمية للأسف الشديد. ولهذا يعني ندعو دائما للعودة للغة العربية، حتى في صفحات التواصل الاجتماعي حقيقة، وهذه تحدثنا عنها أكثر من مرة، قلنا نحن يعني العرب يجب أن نكتب أسماءنا باللغة العربية. هناك من أجاب قال: هذا صنعه أجنبي. يا أخي الأجنبي يصنع عليك زي ما صنع لك الهاتف تتعامل فيه باللغة العربية،
باللغة العربية. لا أريد أن أطيل، وحقيقة كما ذكر الدكتور الهادي أمام أساتذة أجلاء حقيقة هم أساتذتنا عثمان حبلوس كذلك، فسأعطي المجال للدكتور الهادي لإكمال التنسيق في هذه الجلسة. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تعالى وبركاته. جزيل الشكر للدكتور خالد الفرجاني. دكتور خالد، نحن سعداء جدا بتوليه هذه المؤسسة العلمية الثقافية لمدة أكثر من 10 سنوات، ونتمنى أن يستمر في هذا العطاء، ينصر أولئك الأبطال الذين يدافعون عن المسجد الأقصى وما حوله. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على أعدائهم وعلى من ثبط جهودهم وعلى من خذلهم من الإخوة من إخوتهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. وبعد، فالشكر إلى هؤلاء الإخوة الذين كانوا سبباً في اجتماعنا هذا اليوم وفي لقاء إخواننا وأساتذتنا الذين نتشرف بلقياهم في هذه المدينة التي لها في القلب مكانة ولأهلها في النفس معزة. ماذا أقول عن لغة وصفت بأنها سيدة اللغات؟ شهد لها كثير من أهلها وكثير من غير أهلها الذين عرفوها ودرسوها وعرفوا مكانتها. من خالدة باقية ما بقيت الحياة على وجه الأرض، وهي اللغة الوحيدة التي تخدم فكرا وأدبا وثقافة وعقيدة. هذه اللغة هي أس ديننا، باعتبار أن كتابنا القرآن الكريم أنزل بهذه اللغة وأبقى عقيدة. من أنا حتى أتحدث عن هذه اللغة؟ لكن لا بأس بشخص في هذا اليوم يفتتح الاحتفال بيوم اللغة العربية العالمي، وهذه سنة حميدة في كل سنة يحتضنها البيت الليبي للعلوم والثقافة لإدراك واستيعاب وترسيخ لغتنا العربية، لغة الضاد، لغة القرآن الكريم. وفي هذا المحفل حيكون كل المجتمع، أبناء المجتمع المدينة وغيرها حاضرون في هذا الاحتفال مدعوون، إضافة إلى أقسام اللغة العربية وأقسام في كليات الجامعة والمهتمين باللغة العربية. وهذه الاحتفالية حقيقة تجسد اهتمام البيت الليبي بالعلوم والثقافة، لأن هذا هو الأساس الذي يبنى عليه البيت. وعلى ذلك نحن على استمرار في تغذية هذه الاحتفالات في شتى المجالات بما فيها اللغة العربية، تمشيا مع النظرة العالمية حول الاحتفاء بكل عنصر من عناصر المجتمع. فقد دابت العادة أن جعلوا يوما للمعلم ويوما للأم ويوما للمرور ويوما للشرطة، جعلوا كذلك يوما للغة العربية، وذلك لأهمية اللغة العربية لأنها لغة أهل البلد ولغة القرآن الكريم. ونحن كمؤسسة علمية كلية شريعة، والشريعة كما يعلم الجميع تعتمد اعتمادا كاملا على فهم النصوص، وفهم النصوص هذا لابد له من دراية باللغة العربية وأدابها، النحو والصرف والبلاغة. وقد اتفق أسرة كلية الشريعة مع أسرة دار الكتاب لجعل هذا اليوم يوما من أيام اللغة العربية يحتفون به لإلقاء الكلمات التي توضح وتبين أهمية اللغة العربية
لكل مثقف ولكل متعلم، سيما متخصص في الشريعة الإسلامية، لأنه لابد له أن يفهم القرآن الكريم. القرآن نزل باللغة العربية، والمتخصص في الشريعة الإسلامية كي يبين الحلال والحرام ويبين الأحكام الشرعية، وكذلك المفسر والشارح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون على دراية تامة باللغة العربية. وجعلنا هذا اليوم لتبيين هذه الأهمية وهذه الضرورة الملحة، لكي يشعر الجميع بأن اللغة العربية لغة معاصرة ومهمة لكل مثقف. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع.